صوت ابو حنان معاها كره ملعوبه لجياناس مو بيلعبها في المرمى يعلن عن تقدم العين باول اهداف المباراه بفرحه جميله جدا من جيان اسموا يعلن عن تقدم العين باول اهداف المباراه بعد مضي نصف شوط المباراه الاول. العين يبدا بفك طلاسم هذه المباراه بهدف عن طريق جيان اسموا. اسموا خطف في اللقطه الماضيه وحنان جيان يضعها بحنيه في مرمى الشعب ليفرح الشعب العيناوي باول اهداف المباراه. اذا العين واحد اخر ضربه ركنيه في الشوط الاول هي جول. يا سلام عملها العنزي. العين ينجح في زياره مرمى الشعب بهدفين. النواخذه العيناويه يبحرون في دوري الخليج العربي. السد العالي هداف المواطنين في العين يفرح دار الزين براسه. مهند العنزي والعيناوي رافع راسه وعد العائله قبل المباراه ان يسجل. لعبه هذه اماميه بحاول باسس يخطفها الكره داخل منطقه الجزاء خطفها. عيناويه ثالث اهداف العين عن طريق ميشيل باستوس في الدقيقة العاشرة. العين يوسع الفارق عن طريق ميشيل باستوس. هدف عيناوي ثالث في المباراة الآن عن طريق باستوس. ثاني هداف في الفريق العيناوي يسجل رابع أهدافه ميشيل باستوس. الكرة الماضية حاول يخطفها فيها اشتباه بلمسة يد فيها بعد ذلك التسديد. الكرة الماضية تعلن هدف ثالث لمصلحة العين على حساب الشعب. لما نشوف كرة للعين الرابع عن طريق بروسكي الزعيم يضرب بالأربعة بهدف جميل جدا. بدا الطرب والمتعة العيناوية للمباراة الثانية على التوالي. العين يضرب بالأربعة يسجل عن طريق بروسكي بصناعة عيناوية بجملة كانت اسمية أصبحت فعلية أصبحت جمالية. أعلنت عن تقدم الزعيم بالهدف الرابع. هذه الكرة جيان يقول له وينك يا بروسكي؟ قال له موجود ولعبها لبروسكي اللي حطها في المرمى. بروسكي براسه حطها في المرمى وأعلن عن هدف عيناوي رابع. أربعة للعين. العين يقضي على المباراة تماما بهدف رابع عن طريق بروسكي. العين الآن في التم صعب وضع صعب. هدف خامس يأتي الآن للعين عن طريق جيان. خمسة للعين عن طريق جيان. جيان ينفرد بصدارة الهدافين والعين يضرب للمرة الثالثة هذا الموسم بالهدف الخامس. خمسة للزعيم وعن طريق جيان يسجل ثاني هدف المباراة وطريقة احتفاله مع ميشيل باستوس خاصة جدا. هذه الكرة العرضية وهذه رأسية جيان اللي حطها في المرمى وأعلن عن هدف خامس لمصلحة العين. خمسة العين خمسة العين كلما اقترب الهدف